كل بلد عربي ليها نوع الفتة المتميزة بيه. النهاردة هعلمك فتة سهلة وسريعة، والأهم إنها عربي. النهاردة هنعمل فتة الكباب بالزبادي. في الكبة هنخلط اللحم مع البصل والبقدونس، عليهم التوست اللي أنا بوشته في شوية مية، وبعدها هضيف رشة الملح وكمان رشة الفلفل. دلوقتي هضرب كل الخليط كويس لحد ما تندمج المكونات. بعدها هبتدي اشكل خليط اللحمة على شكل كرات متوسطة الحجم. ودلوقتي هنزل بالكور بتاعتي في طاسة فيها شوية زيت، وهطلع كرات اللحمة بتاعتي وهسيبها على جنب. هجهز الصلصة في حل، هحط شوية زيت وعليهم البصل وكمان الثوم وفوقيهم الطماطم والصلصة، وهقلب الخليط، هسيبه لحد ما يتقل وهسيبها لحد ما تبرد. ودلوقتي هجهز سلطة الزبادي، هحط الزبادي وعليه اللبنة وكمان الليمون وفوقه الثوم البودر، وهقلب كويس وهسيبه على جنب. في طبق رشيت العيش المحمص وهحط فوقيه الصلصة الحمراء بتاعتي، وبعدها هضيف كرات الكفتة. ودلوقتي هحط خليط الزبادي، وفي الآخر هزوقها بالبقدونس. وبكده عمرك ابدا ما هتقولي على طبق الفته انه تقليدي. جربيه ومتاكده انه هيعجبك. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.